قلت جواب واحد بحررك. لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب. مين هي هي يا عمي؟ مين ممكن يكون؟ ما بعرف. هي مفكرة أنك بعدك أعزب. ما عرفت مين هي. قلت جواب واحد بحررك. بدك تقولي له شيء؟ بحبه. هو متزوج. هي بتقول إذا هي بتعرف إنه أنت متزوج هي بتقلب الصفحة. بس في موضوع عالق زياد. تم الطلاق بالإكراه. وهي لأنه مضت بالإكراه بدها تحصل على حقوقها العشرة الماضي صار ماضي طويت الصفحة عندك حياتك وهي عرفت اليوم هذه الحقيقة. ما بدي أدخل بأي موضوع تاني لكن في موضوع لازم أدخل فيه موضوع حقوق المرأة ما بعد الطلاق. اليوم مرأة بتقول مضت مثل أغلبية النساء يلي بتم بتنازلوا عن حقوقهم تحت التهديد وبالإكراه اليوم بدها حقوقها كامرأة ترجع توقف على إجرية. هيدا شيء ممكن يصير إذا زيادة بينزل بيقدم طعن أمام القاضي بالمحاكم الشرعية كرمال يرجع يعطيها حقوقها لمرأة نازلت عنهم بالإكراه. مش بالإكراه، بالتعرض. بالإكراه وبالتهديد. لا مش بالتهديد. جيب لي حدا معين إذا أنا مهددة. جيب لي شهود، في عندها شهود. جيب لي الشهود. حقوق في أخوك حقوق المرأة اليوم بالنسبة إلي أحمر بالخط العريض. هو الطلاق عند القاضي بيقول لها موافقة بتقول له موافقة. تقول له مني موافقة لحتى نعرف كيف بدنا نحل الموضوع. نازلت عن حقوقها بالتراضي يعني. نازلت عن حقوقها بالتراضي. ليش ما تنزل حقوقها بالتراضي؟ اليوم الرجل الشرقي بيقول لها تفضلي بطلقك إذا بتنازل عن حقوقك. أي ما يدفع عم بتقول لك هلا هي اليوم عم تحكي وعم بتقول هي مش بالتراضي، هي تحت التهديد، وانت اعترفت قبل شوي قلت لها لا اطلق من دون التنازل عن الحقوق، انت قلتها واضحه بالحلقه. اي حقوق؟ حقوق حقها اللي تنازلت عنه تنازلت عنه تحت التهديد والوعيد. ما في شيء اسمه تهديد. برجع وبقول لها ما في شيء اسمه تهديد. طلاق كان موجود تحت عند القاضي وطلقنا واخوها كان موجود وعائلتها كلهم بيعرفوا انه هذا الموضوع وحكيت انا بهالموضوع. هي اليوم تحررت بواقع عرفت حقيقه اليوم انك انت شخص متزوج وملتزم وهذا موضوع ما بدي ادخل فيه ولكن في موضوع حقوقها تحصل على حقوقها اللي تنازلت عنهم يلي تنازلت عنهم تحت بالاكراه وتحت التهديد كرمال تاخذ ورقه الطلاق. فاليوم كيف ممكن زياد يوعدها لريما لهالمراه انه ترجع يعطيها حقوقها اللي تنازلت عنهم بالاكراه؟ ما فيني انا اعطيها شيء ولا معي اعطيها شيء اجمالا ولا بالاكراه خليتها تتنازل عن حقوقها. ما في شيء اسمه كراه، في شيء اسمه دوله. لو بالاكراه تطلع في مخفر، في دعوه تنعمل. طيب رسميه. ممكن ترفعي دعوه مع محامي توكلي محامي كرمال ترفعي دعوه كرمال تحصلي حقوقك. بدي حقوقي. نعم بدي حقوقي. بس انت تنزلتي عنهم عم بيقول نزلت عنهم من قبل انه يطلقني. تحط محامي تحط اللي بده اياه تحط محامي تحط اللي بده اياه.